له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم، فالملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين يسرا، كانت شرائع الأنبياء كلها على الحق، لكن الله تعالى فضل شريعة محمد على سائر الشرائع، هي أيسر الشرائع أي أسهلها على البشرية. كان في بعض الأمم الذين مضوا إذا قتل إنسان ظلما إنسانا ليس هناك إلا أن يقتل القاتل، لا يجوز المسامحة مجانا ولا يجوز المسامحة على الدية. أما شريعة محمد فالله تعالى جعلها أحسن من ذلك، أيسر من ذلك، جعل فيما إذا قتل إنسانا ظلما التخيير في إحدى ثلاث خصال: إن أراد صاحب الدم أهل القتيل ورثته القصاص فلهم أن يقتصوا منه من القاتل، أن يقتلونه كما قتل قتيلهم، وإن شاءوا يأخذون الدية، يسامحونه على الدية، وإن شاءوا يعفون عنه مجانا بلا دية. كذلك بنو إسرائيل وهم الناس الذين جاءوا بعد موسى إلى عيسى، هؤلاء يقال لهم بنو إسرائيل، الأنبياء فيهم كانوا كثرة، كلما مات نبي يخلفه نبي إلى أن جاء عيسى عليه السلام. هؤلاء كان إذا أصاب أحدهم البول لا يطهره الماء، يجب قطع الموضع الذي أصابه البول من الثوب بالمقص. أما في هذه الشريعة المحمدية جعل الماء كافيا في تطهير البول، ثم من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل في دينه اليسر بأنه يجوز لعلماء هذه الأمة أن يحدثوا ما يوافق القرآن والحديث مما لم يفعله الرسول، ولا قال افعلوا كذا وكذا. من جملة ذلك هذه الطرق، طرق أهل الله، الطريقة القادرية، الطريقة الرفاعية، طريقة النقشبندية، إلى نحو 40 طريقة، كلها أحدثت بعد الرسول، لكنها لا تخالف القرآن والحديث، بل توافق القرآن والحديث، فهي قربة إلى الله تعالى.
وأول الطرق التي شهرت باسم الطريقة بين المسلمين الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنهما كانا في عصر واحد، كانا في العراق. تقدم الشيخ عبد القادر الشيخ أحمد الرفاعي بالوفاة بنحو 14 سنة، وكلاهما كانا أجل مشايخ أي أولياء عصرهما، وقال كبار أولياء ذلك الوقت عن سيدنا أحمد الرفاعي إنه أجل المشايخ قدرا، أي أجل الأولياء درجة عند الله. ثم هذه الطريقة لها أمثال أحدثها المسلمون مما لم يفعله الرسول، ولا قال يفعلوا كذا وكذا، إنما العلماء لما وجدوها موافقة للقرآن والحديث أحدثوها. من ذلك المحاريب التي تفتح في قبلة المسجد، هذه المحاريب المجوفة ما كانت أيام الرسول ولا أيام عثمان ولا أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إنما أحدثها عمر بن عبد العزيز عند 100 الأولى، عند مقاربة اكتمال 100 الأولى من الهجرة. فهذه المحاريب لو لم يفعلها رسول الله، لو لم تكن في مسجده في حياته، ولا قال اعملوا محاريب لمساجدكم، فهي قربة إلى الله، لا يقال عنها بدعة محرمة، بدعة ضلالة، لا يقال عنها إنها تدخل تحت حديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يموهن عليكم المشوشون، الشيء الذي لا يعجبهم يقولون عنه بدعة ضلالة. الرسول ما فعله، حرام بدعة محرمة، وما يعجبهم مما لم يفعله الرسول ولا قال افعلوا كذا يسكتون عليه. فهذه المحاريب لو قيل لهم الرسول ما كان لمسجده محراب ولا قال افعلوا لمسجدي هذا ولغيره من مساجدكم محاريب مجوفة. تعرفنا المحاريب المجوفة؟ فسر لهم. المحراب اللي بالجامع لما بيوقف الإمام في الجماعة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان ما كان موجود، أول من أول ما أحدث في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فهذا عمل قربة إلى الله، فهل يقال هالشيء بدعة ضلالة؟ هؤلاء لا تسمعوا لقولهم هذا ما فعله الرسول فهو بدعة ضلالة، لا تسمعوا لهم. هؤلاء يعكرون على المسلمين أمورهم، كذلك هذه المنائر المآذن ما كانت أيام الرسول، هذه أيام معاوية بعد 40 سنة من هجرة النبي أحدثت، بعد 40 سنة، فيما بين 40 إلى 60.
والآن ألقنكم الطريقة الرهائية. لما أقول أنا لا إله إلا الله ثلاث مرات تقولنا عقب كل مرة لا إله إلا الله، ليس الآن لما أنا أقول في بعد برهة بعد شوي. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لا إله إلا الله، 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 أجيزكم بالطريقة الرفاعية أن تقولوا الصباح ومساء أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. لا إله إلا الله 100 مرة. 100 مرة من كل من هؤلاء الثلاث 100 100 100. فمن قام بالورد كما هو معروف عند أهل الطريقة فله خير كثير ويرجى له أن ينال نفحات عالية، ومن شغل عن ذلك بأمر مهم فيكون كأنه قرأ، أما من فاته من الغفلة والكسل فيكون فاته خير كثير. وعلى كل حال ما عليه ذنب، لأن هذه الطرق من البدع المستحبة ويقال لها سنة مستحبة ويقال لها سنة خير ويقال لها بدعة مستحبة. سألت إحداهن سؤالا قلنا استغفر الله العظيم وأتوب إليه